وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وكل أطفالنا هيحبوها. هنعمل النهاردة مع بعض البانكيك الياباني أو فطيرة الدورياكي. هنعملها بطريقة سهلة ومقاديرها موجودة كمان في بيتنا، كمان هنحشوها بشوكولاتة تحفة كده وأطفالنا هيحبوها قوي. لو أول مرة تشوفوني متنسوش تحطوا لايك، ويلا بينا نعمل الوصفة. أول حاجة نجيب طبق عميق ونضيف فيه 2 عدد من البيض، هضيف معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من السكر، كمان هضيف معلقة صغنونة من العسل النحل. هنضرب كويس بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي، مفيش اي مشكلة. وبعد ما ضربتهم بضفت 1/4 كوباية من الدقيق، بعديها الاول من على مصفى معلقة صغنونة من البيكنج بودر، 2 معالق من المية، لان هنا الخليط في الوصفة الاولانية كانوا بيقولوا معلقة بس، لكن انا الخليط معايا احتاج 2 معالق. وبقى معانا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. الطاسه بتاعتنا تكون سخنه بس نار هاديه جدا، وفي كوبايه معياريه بحط الخليط بتاعنا عشان كله يبقى مقاس واحد. اول ما بيعمل فقاقيع بالشكل ده كده بقلبه على طول وبيبقى معانا بالشكل الجميل ده وباللون الحلو التحفه ده. نيجي للخطوه دي بعد البانكيك بتاعنا ما يطلع من الطاسه، يا ريت نسيبه يهدى شويه لان الخطوه دي انا عملتها وطلعت معايا غلط جدا. اول حاجه ان انا حشيت كميه شوكولاته كتير، تاني حاجة كان البانكيك بتاعنا سخن فما نفعش خالص ان هو لما جيت تقفله لقيت الشوكولاتة بتاعتنا ساحت كده. وهتشوفوا الخطوة دي انا هديتها عشان اوريها لكم. لو انتوا خدتوا بالكم الشوكولاتة جت على الطرف كده، وهتبصوا تلاقوا ايديا دلوقتي بقى موجود عليها شوكولاتة من الحشوة بتاعتنا. لكن في الخطوة التانية انا سبته لما هدا خالص، وبعد كده قمت حشياه والحشوة ما تبقاش كتير وقفل معايا بكل سهولة. هي دي بس الغلطه اللي تاخدوا بالكم منها، ان انتوا ما تحشوهوش وهو سخن، سيبوه لما يهدى خالص وتكونوا مغطيينه باي حاجه والحشو ما تبقاش كتير، تبقى في النص. ويا ريت كمان الشوكولاته بتاعتنا تكون في التلاجة ومتماسكه كده، عشان عبال ما نيجي نقطع البانكيك بتاعنا تكون الشوكولاته سايحه وحلوه، لان الجو طبعا حر وانتوا عارفين ان الشوكولاته بتسيح بسرعه. وبقت معانا بالشكل التحفه ده، مقفوله من كل الجناب بكل سهوله. هتفتحوها بقى وتضغطوا عليها ضغطه كده وهتطلع معاكم الشوكولاته. خدوا بالكم اللي ورا دي لو انتوا خدتوا بالكم، بصوا محشيه من اولها لاخرها. دي كانت اول واحده انا عملتها، وعشان كنت حشيتها وهي سخنه فالشوكولاته طلعت من الجناب كده، لكن انا حطيتها في التلاجة وتماسكت وبقت مفيش اي مشكله وبقت حلوه برضو. وده طلع معانا البانكيك الياباني بالشكل التحفه ده او فطيره الدورياكي. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واشوفكم بخير في وصفه جديده وفكره جديده. مع السلامه.